مرحبا رفاق، سنتحدث اليوم بقصة جديدة، فأتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك ولا تنسوا اللايك. قصتنا بتبدأ بحفلة ملكية تقام بمملكة كرويسن، ونرى شخصين يرقصان في الحفلة. هذا الشخص هو الملك كارول كرويسن، وكل الحاضرين بدأوا بالنمرمة قائلين: دعنا سنرقص مع الملكة هذه المرة كمان في يوم عيد زواجهما. لكنه لم يفعل ذلك، ونرى شخصا غاضبا يقول: كيف يجرؤ؟ وكان هذا الشخص هو أبو الملكة الدوك لعائلة دلوها. ونرى الملكة إيفون. إيفون هي الابنة الوحيدة والوارثة الوحيدة لعائلة دلوها، وأشخاصنا الذي وقفون معها يقولون لها أن الملك سيرقص معها قريبا. وبدأ الملك بالتهدد بكل وقاحة قائلا: يريد أن يوجه كلاما مهما جدا، فليستمع كل الحاضرين لي. كما تعرفون، أنا وملكتي منذ أن تزوجنا مر عام كامل، لكن مع الأسف لم ننجب أي ورثة حتى الآن، لذا قررت أن أحضر شيئا جديدا إلى المملكة. هل أحدهم من الحاضرين شيء جديد؟ ما هو؟ ونادى الملك بصوت عالي: أحضروها! وبدأت بالدخول فتاة تدعى كيانا رودن، بنت الماركس ريدن. كل الحاضرين متفاجئين، وحتى الملكة مندهشة للغاية. وقالت الهربايا: يا ملكي، أخبرتك ألا تحرجنا الآن. وبدأ الملك بقول أن كيانا ستكون مهديته منذ هذه اللحظة. قال أحدهم من الحاضرين: هذا غير منطقي، المهديات ممنوع منذ أكثر من 100 سنة. وقال الملك: أنني بالفعل تلقيت شيئا منها، لذا كمالك لا يمكنني أن أتراجع الآن. والهربايا قالت: لا يا ملكي، توقف عن ذلك. أحدهم من الحاضرين سأل عن مالكة، وقال الملك: أنت لست غيرانا صح يا إيفون؟ لذا على أي حال علينا هدار وارثة للمملكة، لذا لا يهم رأيك من الأساس. وأعجبت مالكة من غير مبالاة: لا لا أهتم، فلتفعل ما تريد. والملك ابتسم وقال: ابدأ بالإجراءات هلا، أنا علي أن أقوم بشيء مهم، لذا سأخرج من الحفلة. شكرا لحضوركم. وهكذا غادر الملك. وأبو الملك غاضب وقال: يا له من مبتذل. والخادمات سألوا إيفون بما عليهم فعله، وأجابت الملكة قائلا: فلتفعلوا ما طلبها منكم. وهكذا حضر الملك مهدية جديدة في يوم عيد زواجهما. قبل عام في يوم زفاف الملكي، قال الأب قلقا: إيف. وأعجبت إيفون قائلا: أبي، أنا بخير، لا تقلق رجاء. وأنكها الأب قائلا: يا ابنتي، رجاء اهتمي بنفسك. قال الملك بنفسه: هل أدن بأنني من أجبرت على الزواج؟ أنتم من هسروني من الأساس، كم هذا مقرف. وقال أبو إيفون للملك: أنا أعرف بأنك لا تملك شعورا جيدا لهذا العجوز، لكن إيفون ابنتي هي ساذجة لكنها واعية، لذا أتمنى أن تهتم بها، رجاء اهتم بها. قال الملك بنفسه: إن كنت قلقا إلى هذه الدرجة، لما لا تزوجها لشخص آخر؟ أنا لست أجبرها على الزواج بي، إنه يعرف جيدا بأنني أكره عائلة دلوها، ومع ذلك أرسل ابنته لي. هذا النذل مامي بالسلطة. تابع أبو الملكة قائلا: إنني زوجتك ابنتي لأن لا أحد يناسبها أكثر من الملك بنفسه، لذلك أرجوك أن تهتم بها. قال الملك بنفسه ينظر إلى عائلتي الإمبراطورية بفوقية: هذا التعبان يريد العرش لنفسه. لم أكن أكره هذا الرجل منذ البداية، ليس فقط استخدم سلطته للكيان العائلة الملكية، بل تحالف مع الأعداء لكي يقتل عائلتي. وقال أبو إيفون: هان الأوان يا ملك. وأعطى يد ابنته للملك. وقال الملك: أخيرا تقابلنا، كنت سنلتقي بسرعة لكن لم يحدث ذلك. لقد سمعت بأنك ضعيفة منذ أن ولدت، لذلك تلقيت اهتماما كبيرا من أبوك، حتى طرد الخادمات الذي أرسلتهم أنا وأحضر الخادمات من قصره. هذا بديع ويلك بعائلة دلوها. وأعينك يشبه أعين الدوق. وقال الملك بنفسه: لما هي تنظر إلي بهذه الطريقة؟ هل هي تتوقع مني أن أجاملها كأي أحبة ينادي؟
مثير للشفقة. كم هي واكهة، لكن بما أنها من عائلة دلوها هي تظن بأن الأرش ينتمي إليها، وكل الحاضرين سيسجدون أمام أقدامها بما أنها كبرت كالأميرة بمملكتها. قال الملك: كم أنت جريئة كأبوك. وهي أجابت قائلا: أجل، أنا كذلك. تفاجأ الملك بالجواب: ها؟ أجل؟ وجاءت ذكريات من الماضي وضرب يد إيفون. نظر إلى إيفون قائلا: لست مهتمة بهذا الزواج، لذا فلتفى لما تريدين، أنا سأخرج من هنا. وأبو إيفون غضب وقال: كيف يجرؤ؟ هذا لم يكن. خطأته إيفون قائلا: أبي لا تقلق، سأتكلم معه. وبدأ الحاضرين بالنمنمة. كما المتوقع، عائلة دلوها الذي الوحيدين الذي يجرؤون الكلام من وراء الملك. وفي مكتب الملك نرى الملك جالس وقادمه جاء: أيها الملك. عجب الملك بالتفاجأ قائلا: ماذا يجري؟ ماذا؟ هل قالت ملكة ذلك؟ بدأ بالتفكير وقال: إيفون دلوها. وجاء الليل. وفي الليل قال الملك لإيفون: يا ملكتي، سمعت بشيء مضحك، تعرفين ذلك؟ لقد سمعت بأنك تريدين التحدث معي. أليس هذا غريبا؟ وأجابت إيفون مترددة: هذا. قطعها الملك بسرعة قائلا: هل تعرفين بما أشعر باتجاه عائلة دلوها؟ أجابت إيفون قائلا: أنا أدري. وأجاب الملك متفاجئا: تعرفين ذلك؟ هل تعرفين بأنني أختكر عائلتك؟ وأريد أن أتخلص من كل شخص ينتمي لتلك العائلة. وأجابته إيفون قائلا: هل أنت تقدر؟ ماذا؟ أنا أسألك إن كنت تقدر على أن تتخلص من عائلتي. إذا لا، فمن الممكن على الأقل أن ننجب طفلا واحدا، وهكذا أبي سيكون راضيا. حتى إذا لم ننجب أي أطفال، سيكون من الجيد التدهر بأننا على الوفاق. ولا أقول هذا لأنني أريد حبك، لست غبية إلى تلك الدرجة لكي أطلب الحب منك، أقول هذا من أجلك فحسب. إذن فلتسمحي لي أن أقول شيئا من أجل الملكة كمان. هذا المنزل لا ينتمي لعائلة دلوها، لذا فلتستعدي لكي تعطيني رقبتك إذا لعبت بأي شيء. واستعد الملك للمغادرة ونادت في إيفون: يا ملك. لم يرد الملك، بل قال: إيفون، ستكونين الملكة لهذا البلد. قالت إيفون: هذا فقط؟ وغادر الملك من المكان. وبعد الأيام ممرت، نرى إيفون تتمشى مع الخادمات، وبعض الخادمات بدأوا بالترترة، وأحدهما قالت: هل سمعت بأن الملكة خسرت كل سلطتها؟ أوه، حقا؟ إن العلاقة بينهم يزداد سوءا بعد يوم. وسمعتهم إيفون وتضايقت. وفي مكان الطعام نرى الملك جالسا ينتظر إيفون، ولما رآها سألها منزعجا: إلا متى علي انتظارك؟ ولم تجب إيفون وجلست أمامه. وتابع الملك قائلا: يا ملكتي، قررت أن أمنعك من التواصل مع الدوق. قالت إيفون من غير مبالاة: نعم، ولا يمكنك استدعاء في جناح الملكي. وفي المكان العام قطعت بسرعة وقالت: نعم. ها؟ نعم؟ حتى إنك لم تستمعي إلى ما قلته. إنني متابعة من التدخلات الذي يقوم به والدك في قضية الزواج. هل عليك حتى تقديم التقرير بماذا نأكل؟ هذا ليس تقريرا، كنا نكلم بعضنا البعض كأي والد وابنته، وهذا ليس مشكلة. أنت تراكبينني، قال الملك غاضبا، لكن ليس سرا بأنك تكرهني، كل الناس يعرفون ذلك. ماذا؟ إن كنت لا تحب الشائعات من حولك، لما لا تنام اليوم في غرفتي؟ لما؟ هل أبوك من أجبرك على ذلك؟ أبي فقط قلق على ابنته. وقال الملك: يجب أن تعرفي أكثر من أي شخص آخر بأنني لا أريد أن أقلل من مخاوف والدك. من الأفضل إليك أن تستجيب إلى مطالبي، قالت إيفون. قال الملك:
أنا أعرف جيدا بما هو أفضل لي، لذا رجاء لا تقول أشياء تسد النفس. خادمة بدأوا يتلبكون، وخالتي فون، ثم بما علي فعل لكي تأتي إلى غرفتي؟ أجاب الملك وقال: حسنا، إذا لم تكن أنت في الغرفة ربما سآتي. هكذا مرت الوقت وتجمرت علاقتهما. في وقت ما بعد حفل زواجهما السنوي الأول، الخادمات قالوا: كيف تجرؤ أن تأتي لهنا؟ لقد سمعت أن الطعام سيكون لهما فقط. إيفون مستغربة، وقال الملك: لما أنت تبدين مستغربة؟ سيكون من الجيد إذا أكلنا العشاء معا. كيانا ستساعدك بكل مسؤولياتك، لذا إمضاء الوقت معا سيكون جيدا، أليس كذلك يا ملكتي؟ النهاية. سنكمل الجزء الثاني في الفيديو القادم، إذا انتظرونا لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك واللايك الجميل.